بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اليوم إن شاء الله راح يكون حول النهاية الدالة عند اللانهاية، ومع هذه القاعدة الجميلة الموجودة في كتاب الطالب التي تقول: نهاية الدالة دال سين عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية، حيث أن الدالة دال سين هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مقدار جبري نسبي، يعني بسط ومقام. البسط كثير حدود، والمقام كذلك كثير حدود. ماذا نقصد بكثير حدود؟ كثير حدود يعني سين أس 5 ناقص سين أس 3 مثلا زائد سين أس 4 ناقص 2 سين، وهكذا. هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من الحدود، نسميه كثير حدود. كذلك في المقام، يمكن نحن نوجد النهاية عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية بسهولة، وذلك من خلال ماذا؟ وذلك من خلال معرفة درجة البسط ودرجة المقام. يعني كيف؟ يعني نشوف الدرجة التي عليها البسط، اللي هو أكبر أس موجود في البسط، ونأخذ اللي هو هذا اللي هو الأس وماذا ومعاملة، والبقية نقوم بإهماله. كذلك في المقام، نأخذ فقط لا غير أكبر أس والبقية نهمله. في حالة إذا كان أكبر أس موجود في البسط مساوي لأكبر أس موجود في المقام، هنا نأخذ ويش؟ معاملات أكبر أس موجود في البسط على معاملات أكبر أس موجود في المقام. في حالة إذا كان أكبر أس موجود في المقام هو أكبر من ماذا؟ من الأس الموجود في البسط، فبالتالي النهاية تؤول إلى ماذا؟ تساوي الصفر. النهاية تساوي الصفر. في حالة إذا كان درجة البسط أكبر من درجة المقام، إذن النهاية تؤول إما إلى موجب أو إلى سالب ما لا نهاية، وراح نتحدث عن حول موضوع اللي هو فكرة الإشارة لاحقا. الآن خلنا نشوف بعض الأمثلة التي توضح هذا الكلام. خلنا نشوف أساس أن نشوف أنها هي قاعدة جدا سهلة. الآن لاحظ، مطلوب نهاية الدالة دال سين عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية، حيث أن الدال سين عبارة عن ماذا؟ كثير حدود على كثير حدود. شوف نسوي نفس الصورة تماما. نهاية عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية، راح ناخذ فقط لا غير أكبر أس، والبقية يا أستاذ نهملهم ولا نتكلم عنهم إطلاقا في هذه الصورة. ما هو أكبر أس اللي موجود؟ نعم، سين أس 4 نأخذه هو ومعاملة. المقام 2 سين أس 4، ممتاز. في هذه الحالة لاحظ درجة البسط تساوي درجة المقام، لأجل ذلك هذا بيروح مع هذا راح يختفي. إذن راح يكون عندي يساوي نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية لمن؟ لنصف. هاي يساوي شو؟ يساوي نصف. نهاية الثابت يساوي ثابت نفسه. لأجل ذلك نقول ويش؟ إنه لما يكون درجة البسط مساوي درجة المقام، فبالتالي نأخذ معاملات فقط لا غير. لاحظ. الآن خلينا نشوف هذا المثال. يساوي نهاية الدالة بنفس الصورة، نلاحظ إنه كثير حدود على كثير حدود، نأخذ أكبر أس فقط لا غير. يساوي أكبر أس سالب 2 سين، أكبر أس هنا في المقام سين تربيع. بنفس الصورة نلاحظ أن درجة المقام هو الأكبر، إذا تؤول إلى ما لا نهاية. يمكن أيضا نحن نفسر هذا الكلام بشكل أدق ونقول أن السين راح تروح مع السين تربيع، راح يظل هنا في ويش؟ فقط لا غير سين. إذا اللي يبقى في هذه الصورة نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية لمن؟ للمقدار أو للدالة 2 سالب 2 عفوا على سين، ونعوض على ما لا نهاية تحت. إذا سالب 2 على ما لا نهاية سين تؤول إلى ما لا نهاية، إذا أي عدد على ما لا نهاية كم يساوي؟ صفر. لأجل ذلك نحن قلنا في القاعدة إن مباشرة إذا كان درجة البسط مقام أكبر من درجة البسط، مباشرة تدخل النهاية تؤول إلى ماذا؟ إلى الصفر، وانتهى الموضوع. خلنا نشوف هذه نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية، طبعا الدالة راح تروح إلى ماذا؟ إلى التالي، سالب سين أس 5 على سين تربيع، على سين تربيع. بنفس الفكرة تماما، نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية سالب، يظل سالب سين أس 5 تقسيم سين أس 2، فيها سين أس 5 ناقص 2 3 يساوي سالب. هذه كم قيمة؟ طبعا نعوضها، نعوضها بما لا نهاية، إذن سالب ما لا نهاية. لأجل ذلك نحن نقول لما يكون درجة البسط أكبر من درجة المقام، فإما إلى موجب أو إلى سالب ما لا نهاية. في هذه الحالة سالب ما لا نهاية. ليش؟ لأن الإشارات مختلفة. خلنا نشوف هذه الأمثلة.
راح نحلها ان شاء الله بنفس الصوره. نشوف انا عندي ماذا؟ عندي الان مطلق، عندي مشكله المطلق. اذا خلينا نعالج مشكله المطلق. بدايه نهايه الداله عندما س تؤول الى ما لا نهايه لمن؟ 5 س ناقص 3. طبعا المطلق س عندما س تؤول الى ما لا نهايه هذه يساوي ماذا؟ راح يساوي س. مطلق س هو النهايه عنده عند ما لا نهايه يساوي ماذا؟ نفس نهايه الداله س نفسها تماما. فيمكن ان نستبدل مطلق س بمن؟ بس في هذه الحاله عندما س تؤول الى ما لا نهايه زائد الواحد. الان تحولت الى ماذا؟ كثير حدود عاديه. الجواب كم؟ طبعا 5 على 1. ليش 5 على 1؟ لانه ناخذ المعاملات درجه البسط نفسها 5. الان خلينا نشوف هذه المشكله. المشكله عندي ماذا؟ اشاره السالب. اشاره سالب يعني س تؤول ليس الى موجب ما لا نهايه وانما الى سالب ما لا نهايه. اذا بدايه عشان نحل هذا موضوع السالب، بدايه نحل مشكله السالب، وذلك من خلال تحويل النهايه من موجب من سالب ما لا نهايه الى موجب ما لا نهايه. كيف طريقه التحويل؟ اذا نهايه الداله هذا يساوي نهايه الداله عندما س تؤول الى موجب ما لا نهايه تحولت. اقتضى هذا التحويل ماذا؟ هو تغيير كل س موجوده هنا الى ماذا؟ الى سالب س. لان انا غيرت س تؤول الى سالب ما لا نهايه كانت فخليتها الى موجب ما لا نهايه، اذا راح اضطر ان اغير كل س موجوده الى ماذا؟ الى سالب س. فراح يكون بهذه الصوره. اذا 5 لاحظ كانت س راح تتحول الى ماذا؟ الى سالب س. الى سالب س. إذا 5 في سالب س ناقص 3. المطلق مطلق سالب س. لاحظ إذا غيرنا كل س موجودة إلى ماذا؟ إلى سالب س زائد الواحد. الآن نحن نجري عليه العمليات العادية الرياضية العادية تماما. نهاية س تؤول إلى ما لا نهاية هذه الصورة. إذا 5 في سالب س هو عبارة عن ماذا؟ سالب 5 س ناقص 3. الآن مطلق سالب س هو مطلق س، السالب ما تؤثر أبدا في المطلق. إذا مطلق سالب س هو مطلق س. إذا هذا عبارة عن من؟ عبارة عن مطلق س. ونحن قلنا مطلق س عندما س تؤول إلى ما لا نهاية هو ماذا؟ هي س نفسه. مطلق س هي س نفسه. إذا مطلق سالب س هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مثل ما قلنا هنا، هي عبارة عن مطلق س نفسه. المطلق س هي س أصلا، لأن س تؤول إلى موجب ما لا نهاية زائد الواحد. لاحظ أن درجة البسط تساوي درجة المقام. إذا سالب 5 على 1 يساوي سالب 5. اختلفت النهاية. خلينا نشوف أمثلة أخرى. إذا وضحت صورة الفرق لما نتعامل مع موجب ما لا نهاية ولما نتعامل مع سالب ما لا نهاية. تزيد فقط لا غير خطوة واحدة هي ماذا؟ هي عملية تحويل السالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، وذلك باستبدال كل س بسالب س. طبعا الآن هذا عندما يكون ماذا عندي؟ كثير حدود موجود في البسط وكثير حدود موجود في المقام. لكن لو كان مثلا ما عندي كثيرة حدود مثل هذا، هذا ليست كثيرة حدود وإنما دالة ماذا؟ جذرية موجودة في البسط. فبالتالي أنا عندي الآن مشكلة لابد من علاجها. في الحقيقة هنا يمكن استخدام القاعدة القديمة، يمكننا، ولكن ليش؟ في أي حالة؟ في حالة الأسئلة الموضوعية فقط. في الأسئلة الموضوعية يمكننا استخدام الطريقة السابقة في الأسئلة الموضوعية، لكن في الأسئلة المقالية ما ينفع. لكن يعني لو جانا هذا السؤال موضوعي بنقول ايش؟ بنقول مباشرة ما هو أكبر أس س موجود؟ هو عبارة عن س أس 2 تحت الجذر. إذا نهاية الدالة س تؤول إلى ما لا نهاية لمن؟ جذر 2 س تربيع. جذر 2 س تربيع. ماذا عن البسط؟ سالب س. اما طبعا المقادير الاخرى او الحدود الاخرى هذا الحد نهمله. ليش؟ لان احنا اخذنا بس اكبر اس،
هذا فقط لا غير، قلنا في الأسئلة الموضوعية هذا يساوي، يساوي نهاية الدالة سين تؤول إلى ما لا نهاية. ماذا عن قيمة المقدار جذر 2 سين تربيع؟ طبعا الجذر 2 هو عبارة عن ماذا؟ وجذر 2 هذا عدد حقيقي. ماذا عن جذر سين تربيع؟ لأن الجذر يتوزع. ماذا عن جذر سين تربيع؟ جذر سين تربيع هو مطلق سين، هو مطلق سين. إذن جذر نعرف أنه جذر ألف تربيع هذا يساوي شو؟ مطلق ألف. لازم نحط طبنا هذه القاعدة، مطلق ألف. إذا نفس القاعدة طبق ثاني، جذر سين تربيع خليتها مطلق سين، جذر اثنين نزلتها من كان. ماذا عن هذا؟ هو سالب سين. طبعا مطلق سين عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية هو ماذا؟ هو السين نفسه. إذا هذا بيروح مع هذا لأن المطلق سين هو السين نفسه. إذا وش اللي بيبقى؟ بيبقى جذر 2 على من؟ على سالب 1 يساوي سالب جذر 2. خلنا نشوف لما سين تؤول إلى سالب ما لا نهاية شوف ماذا سوف يحدث للدالة. نفس الصورة سالب، طبعا هذه الأسئلة الموضوعية، بعد ما نشوف بعد ذلك كيف نحلها بالأسئلة المقالية. إذن الأسئلة الموضوعية، إذن نقول شو؟ الأسئلة الموضوعية نستطيع أن نجيب عليها بهذه الصورة السهلة البسيطة اللي هي نأخذ أكبر أس. لكن قبل ذلك أنا عندي ماذا؟ أنا عندي النهاية عندما سين تؤول إلى سالب ما لا نهاية. إذن سالب، إذن راح أحول إلى موجب. إذن نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى موجب ما لا نهاية، راح أستبدل كل شيء هنا، كل سين موجبة موجبة إلى سالبة، وكل سين سالبة إلى موجبة. إذن جذر 2 سالب سين تربيع، إذن سين تربيع لأن السالب تختفي مع التربيع، زائد الواحد، واحد ناقص سالب سين، صح سالب سين سالب السالب، إذن موجب. الآن استبدلنا، الآن نتعامل معها كأنها ماذا؟ كأنها اللي هو سين تؤول إلى ما لا نهاية بسهولة. فنقول هنا النهاية عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية، جيد، نأخذ أكبر معاملات موجودة هنا أو أكبر أسس، جذر 2 سين تربيع على سين يساوي طبعا الجذر، إذا نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية لجذر 2 على مطلق سين، جذر 2 على مطلق سين على سين. ونحن تكلمنا على هذا الكلام، بالتالي المطلق بيروح مع السين. ليش؟ لأن السين تؤول إلى ما لا نهاية راح يساوي كم؟ راح يساوي جذر 2. الآن كيف لو جانا مثلا هذا السؤال مقالي؟ الأسئلة المقالية لأن في الأصل هذه ليست كثيرة حدود، الأسئلة المقالية في طريقتين. طريقة اللي هي أخذ أكبر أس موجود في البسط كعامل مشترك، وأخذ أكبر أس موجود في ماذا؟ في المقام كعامل مشترك، وهذه الطريقة اللي راح نشتغل عليها. في طريقة أخرى هي ماذا؟ هي أكبر أس، أخذ أكبر أس موجودة في المقام فقط لا غير، أكبر أس موجود في المقام. طبعا نحن راح نأخذ ويش؟ راح نأخذ الطريقة الأولى، ويمكنك أنك تتبع الطريقة الثانية إذا شئت. خلنا نشوف الطريقة الأولى، طريقة أخذ اللي هو أكبر أس في البسط وأكبر أس موجود في المقام. نقول لاحظ ما هو أكبر أس موجود هنا داخل الجذر؟ هو من؟ هو سين تربيع، راح نأخذه كعامل مشترك. إذن يساوي نهاية، هذا لاحظ الأسئلة المقالية، ها سين تؤول إلى ما لا نهاية، سين تؤول إلى ما لا نهاية لمن؟ لي جذر سين تربيع أخذنا عامل مشترك بين الحدين هذين. إذن اللي يبقى في الحد الأول 2، أما في الحد الثاني راح يبقى ويش؟ 1 على سين تربيع. ماذا عن المقام؟ المقام أكبر أس موجود هو ويش؟ هو السين، فراح نأخذه عامل مشترك. إذن السين شو يبقى هنا؟ يبقى 1 على سين،
أما المقدار الآخر راح يبقى س ناخذ على المشترك يبقى الواحد. لاحظ هنا طبعا راح ناخذ س تربيع برا نطلع برا على الجذر راح يطلع بالمطلق طبعا يساوي نزل شوي هنا إذن يساوي س تؤول إلى ما لا نهاية. راح نطلع مثل ما قلنا الس تربيع برا على الجذر راح نطلع برا على الجذر راح يطلع برا على الجذر بماذا؟ بمطلق س مثل ما اتفقنا سابقا. وأما داخل الجذر راح يظل من؟ راح يظل 2 زائد 1 على س تربيع. أما بالنسبة للمقام راح يظل نفسه اللي هو س وواحد على س ناقص الواحد. طبعا المطلق س راح يروح مع الس لكن ننتبه نحن نتكلم عن من؟ عن الس تؤول إلى ما لا نهاية. فمطلق س في هذه الحالة راح يروح مع الس في حالة أن الس تؤول إلى ما لا نهاية. بعد عملية الحذف هذا يمكن الآن عملية التعويض. يساوي جذر 2 زائد 1 على القيمة التي نعوض عنها السين هي ماذا؟ هي ما لا نهاية. فواحد على ما لا نهاية صفر. واحد على ما لا نهاية صفر. إذن واحد على ما لا نهاية أيضا هني الصفر ناقص الواحد يساوي البسط بقى شو؟ جذر 2. المقام بقى سالب 1. إذن يطلع الجواب سالب جذر 2 نفس الإجابة تمام بنفس الصورة هني. يمكن حنحل باستخدام ويش؟ باستخدام الطريقة اللي هو الأسئلة المقالية لكن يفضل أساس نحن ما نطول يفضل أن احنا نشوف أسئلة أخرى ونحل فيها. خلنا نشوف هذا بداية راح نحله بالطريقة ماذا؟ أسئلة الموضوعية ثم بعد ذلك الأسئلة المقالية. الأسئلة الموضوعية من باب التحقق أو للأسئلة الموضوعية عشان تكون سريع في الحل اتبع الطريقة التي ترغب. إذن بداية نحل هني الأسئلة الموضوعية نقول نهاية الدالة عندما س تؤول إلى موجب ما لا نهاية طبعا للدالة طبعا الدالة اللي عندي حاليا اللي هي ماذا؟ اللي هي جذر 4 س تربيع زائد الواحد. س تربيع ما استبدلتها باسم السالب ليش؟ لأن السالب س تربيع هي ماذا؟ هي س تربيع نفسها ناقص راح تحول إلى زائد راح تحول إلى زائد. ليش؟ لأن السين راح نحول إلى سالب سين. أنا استبدلت 2 سين سالب 2 سين ناقص الواحد. الآن نأخذ ماذا؟ نأخذ المعاملات. المعاملات اللي عندي طبعا يساوي أكبر معاملات يساوي أكبر معامل هنا عندي جذر 4 سين تربيع عارفين قيمته ويش؟ زائد 2 س على سالب 2 س يساوي نهاية الدالة عندما س تؤول إلى ما لا نهاية لمن؟ لجذر 4 فيها 2 مطلق س اللي هي س نفسها مطلق س قلنا س نفسها زائد 2 س على سالب 2 س يساوي نهاية الدالة طبعا نحن يمكن نحن نكون أسرع من كذا لاحقا 4 س على سالب 2 س يساوي نهاية الدالة عندما س تؤول إلى ما لا نهاية 4 على سالب 2 فيها سالب والس طبعا تروح مع س. الآن هذا السؤال الموضوعي طبعا كيف نحله باستخدام الأسئلة المقالية؟ هذا موضوعي لما يكون مقالي نشوف هذه الطريقة الجميلة. طبعا الفكرة ويش؟ نحن ناخذ أكبر أس موجود فيه البسط وأكبر أس موجود في المقام كعامل مشترك نهاية الدالة عندما س تؤول إلى سالب ما لا نهاية. الدالة اللي عندي حاليا هي عفوا خلينا نحول السالب ما لا نهاية هنا إلى موجب ما لا نهاية مباشرة عشان ما نكثر خطوات ونقول جذر 4 س تربيع زائد الواحد زائد او الناقص راح تروح زائد 2 س نحول الس الى سالب س سالب س اذا سالب 2 س ناقص الواحد. وضحت الصوره؟ الان عمليه ماذا؟ اخذ اكبر اس موجود في البسط لكن بدايه خلينا ناخذ بالنسبه للجذر اذا يساوي س تؤول الى ما لا نهايه للمقدار
هو ماذا؟ بداية خلنا ناخذ تحت الجذر، سين تربيع، أخذنا من هنا سين تربيع، بعد ذلك راح نطلع يبقاني 4 زائد أخذنا من هنا السين تربيع، إذا 1 على سين تربيع زائد 2 على سين، وفي المقام سالب 2 سين ناقص 1. الآن نكمل مرة أخرى نهاية الدالة، عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية. الآن نطلع سين تربيع خارج الجذر، لما نطلع سين تربيع خارج الجذر لاحظ هنا راح يطلع ويش؟ مطلق، مثل ما اتفقنا سابقا مطلق سين، لكن المطلق سين عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية فهو سين، إذا راح يطلع برا سين. هنا سين وهنا سين، راح ناخذ السين عامل مشترك. مرة أخرى لاحظ أن أنت عندك هنا سين تربيع وتحت الجذر راح يطلع مطلق سين، المطلق سين عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية هي سين نفسها، إذا برا سين. هنا سين وهذا الحد فيه سين، نطلع سين برا عامل مشترك. إذا وش بقى هنا عندي؟ بقى هنا عندي بس جذر 4 زائد 1 على سين تربيع. أما في المقدار الآخر خضينا من عنده سين، بقى وش؟ بقى الاثنين. خلنا ناخذ العامل المشترك من هنا الأكبر، عفوا الأكبر أس، عفوا كعامل مشترك أكبر أس كعامل مشترك، وسين أس 1 طبعا، إذا يبقى لي سالب 2 ناقص الواحد على سين. إذا السين راح تروح مع السين. الآن يمكن احنا نقوم بعملية التعويض المباشرة. يساوي نعوض هنا جذر 4 زائد 1 على ما لا نهاية 0 زائد 2 سالب 2 ناقص كم هذا؟ نعم 0. جذر 4 فيها 2 زائد 2 على سالب 2 فيها سالب 2، وهو نفس الكلام اللي طلع لي سابقا، نفس الكلام تماما. إذن هذا الأسئلة ماذا؟ المقالية، وهذا إذا شئت الأسئلة الموضوعية لأنه أبسط وأسهل، وخاصة إذا تعودت عليه تستطيع أنك تختصر الكلام هذا كامل. خلنا نشوف هذا المثال. هذا المثال لما نجي نعوض نحن نلاحظ أنه هو راح يطلع لي هنا يعني ما لا نهاية، لما نعوض عن ما لا نهاية يطلع لي ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. إذن هذا شو؟ هذه كمية غير معينة. لو تلاحظ هذه الكمية غير معينة هي غير عن الكميات السابقة اللي طلع لي اللي هي ما لا نهاية على ما نهاية أثناء التعويض. هذه محتاجة إلى ماذا؟ محتاجة إلى طبعا ماذا؟ محتاجة إلى الضرب بالمرافق أو أي خاصية أخرى اللي هي اللي جعل هذه النهاية يمكن إيجادها، اللي هي الآن حاليا الضرب بالمرافق. بنشوف أمثلة أخرى محتاجة إلى طرق أخرى لإيجاد نهايتها. في هذه الحالة نستخدم الضرب بالمرافق. نهاية أو النهاية عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية راح نضرب الضرب بالمرافق اللي من جذر بداية سين تربيع زائد 6 سين ناقص سين. لمن؟ طبعا نفتح القوس هنا عشان الضرب، راح نضرب بالمرافق، راح نضرب بالمرافق اللي هو ما هو المرافق؟ بسطا وما قام مثل ما نعرف اللي هو جذر سين تربيع زائد 6 سين ناقص السين راح تروح زائد، نعرف صحيح؟ جذر سين تربيع زائد 6 سين زائد، نضرب بسط المقام. الآن ما أثرت على هذا المقدار بشيء لأن ضربته في 1. الآن البسط راح ينضرب مع البسط، أنا عندي ويش؟ الحد ومرافقة، إذا يساوي عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية عندي إذن الحد ومرافقة. إذا مربع الأول سين تربيع زائد 6 سين، تربيع الثاني سين تربيع، الإشارة اللي في النص دائما وأبدا سالب، ليش؟ لأنه فرق مربعين. ماذا عن المقام؟ جذر سين
تربيع زائد 6 س زائد السين. اذا لاحظ ان السين تربيع مع السالبة تروح مع السين تربيع الموجبة يبقى فوق 6 س في البسط. اذا يساوي نهاية الدالة عندما السين تؤول الى ما لا نهاية. الان مفترض نحن تعودنا على طريقة اللي هو اخذ الاكبر اس كعامل مشترك. ما هو اكبر اس اني موجود كعامل مشترك؟ نعرف اني سين تربيع لكن بيطلع برا سين، بيطلع برا سين، ناخذ السين اذا عامل مشترك، اذا راح ناخذ السين عامل مشترك. يبقى هنا طبعا احنا اخذنا شو؟ مثل ما قلنا اخذنا من هنا سين تربيع لكن تحت الجذر، اذا بيطلع برا هو ايش؟ بيطلع برا مطلق سين، ومطلق سين هي سين طبعا في هذه الحاله، فبالتالي اذا السين هنا وهنا سين، اذا ناخذ سين عامل مشترك، هذا اخذنا. هنا بقى ويش؟ واحد زائد 6 على سين زائد، احنا اخذنا من هنا سين اذا بقى واحد. يمكنك انك تاخذ خطوه خطوه على راحتك. السين بتنحذف طبعا مع السين. اذا الان لو نجي نعوض يساوي نهايه الداله عندما سين تؤول الى ما لا نهايه لمن؟ لمطلق عفوا ل 6 في الاعلى في البسط، 6 على جذر واحد زائد كم؟ صفر. نعم 6 على ما لا نهايه صفر زائد الواحد. اذا واحد زائد الواحد 2، 6 على 2 يساوي 3. اذا النهايه راح تساوي 3. خلينا نشوف مسألة أخرى نفس الصورة تماما. لاحظ لما جينا نعوض هنا يطلع لي شو؟ يساوي هذا ما لا نهاية ناقص أكبر أس موجود وين؟ موجود في البسط. إذا ما لا نهاية، ما لا ناقص ما لا نهاية، إذا كمية غير معينة محتاجين لإعادة تعيينها. الطريقة في هذه الحالة لابد من توحيد ماذا؟ توحيد المقامات. طبعا توحيد المقامات بهذه السهولة اللي هي لاحظ ان المقام عندي سين تربيع ناقص واحد، لكن انا هني مقام واحد، اذا راح اضرب ضرب سين تربيع ناقص الواحد. في نفس الوقت راح اضرب في البسط سين تربيع ناقص الواحد، اذا ضربت بسطا ومقاما سين تربيع ناقص واحد. لاحظ سين تربيع ناقص واحد ضربت بسطا ومقاما على اساس ويش؟ انه يكون نفس المقام. اذا يساوي نهاية الدالة عندما سين تؤول الى ما لا نهاية. ليه؟ الآن طبعا المقام موحد اللي هو سين تربيع ناقص الواحد، سين تربيع ناقص الواحد في المقام. خلينا نشوف البسط. البسط هو عبارة عن بداية كان سين تربيع لكن أنا ضربته في كم؟ في سين تربيع ناقص الواحد، ولا ننسى القوس لأن ضربته في المقدار كامل. لا ننسى أنه عندي ناقص، صح؟ ناقص قوس أيضا، لأن الناقص متعلقة بالمقدار كامل سين تربيع ناقص الواحد، إذا قوس سين أس 4 ناقص الواحد. إذا الآن نقوم بإدخال السين تربيع للداخل، حيطلع عندي يساوي سين تؤول إلى ما لا نهاية لمن؟ لسين أس 4 سين تربيع في سين تربيع ناقص سين تربيع، لأن سين تربيع في سالب واحد، والسالب لا ننسى نحن ندخلها أيضا إلى الداخل، إذا سالب سين أس 4 مو سالب واحد وإنما زائد واحد، نعم، إذا سالب واحد وسالب وسالب، إذا زائد واحد على سين تربيع ناقص الواحد. بنلاحظ إنه سين تربيع تنحذف مع سالب سين تربيع، اللي بيبقى في البسط هو عبارة عن يساوي نهاية الدالة عندما سين تؤول إلى ما لا نهاية اللي راح يبقى سالب سين تربيع زائد الواحد على سين تربيع ناقص الواحد يساوي. لربما نحن ما نعرف طريقة اللي هو التحليل هذا إذا أردنا التحليل أو شيء من هذا القبيل، جيد، ولكن نحن ما محتاجين طبعا لعملية التحليل. نلاحظ أنه درجة البسط كم؟ درجة البسط نعم الثانية، ودرجة المقام الثاني، ناخذ ويش المعاملات. يمكن ايضا من خلال التحليل نصل الى هذه النتيجه تماما. اذا سالب واحد على واحد طبعا، اذا سالب واحد.